In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, dear viewers of the EAC Egypt Educational Channel, a new edition of your program, The Secret of Excellence. حباي النهاردة حلقة جديدة وبرنامج سر التفوق وأكيد معانا two teams أو two new teams. Let's introduce our teams. نسأل النهاردة فريم بتوعنا ونشوف. تفضلي كده عرف نفسك. أنا منصور نادية first year منصور. secondary. Yeah. And you? محمد first year secondary. Yeah. مهند محمود. مهند. First year secondary. تمام. أرسانيوس مرقص first year secondary. Okay. طيب دلوقتي عايزين the two teams choose names for yourselves. انت اخترت بقى اسم زكوي بقى The Queens and you Falcons The Falcons سنة استرفع صغير شوية تمام طيب يبقى احبائي النهاردة عندنا two new teams زي ما قالوا كده The Queens and The Falcons وهنشوف النهاردة طبعا في حلقتنا اللي هي The Secret of Excellence اللي هو سر التفوق وهنشوف طبعا مسابقة between these two teams طبعا اكيد اسئله هنتمنى تكون طبعا الاسئله تكون مفيده بالنسبه ل all our viewers around the country and to the people here in the studio ونبدا حوارنا مع بعض وافكركم تاني ان المسابقه بتاعتنا بتبقى عباره عن معظمها يعني بتبقى multiple choice questions اسئله بتبقى اختيار متعدد ولكن مش كلها في بعض الاسئله طبعا بندي الفرصه لاولادنا هنا ان هم يفكروا ويحاولوا يدونا بعض الاجابات let's begin يا ترى نبدا مع مين the queens or the falcons ولا زي ما بيقولوا كده ladies first يعني you ready تمام طيب سؤالنا ليكم دلوقتي هظهر لكم صورة على الشاشة and you have to tell us who is this person okay الشخص ده مين يعني identify the person you'll see on the screen اتفقنا كده okay. yes طبعا المطلوب عشان على الاقل نعرفكم بالشخصيات اللي هي بتبقى موجودة عندنا او اثرت في عالمنا يعني مش بس العالم او اقصد بيه المصري يعني لكن اكيد في العالم ككل الصورة عندنا بتقول لي identify this person تمام او this man who has made our nation proud and before giving your answer you have 30 seconds قدامكم 30 ثانية before giving your answer okay يعني قدامكم 30 ثانية ما تستعجلوش فكروا كويس قوي وبعد ما تخلص 30 ثانية هتدوني اجابة وهذا اكيد التايمر دلوقتي على الشاشة قدامنا ونبدأ نعد وفكروا اكيد ده يعني من فيموس وورلد وايد راجل شهير طبعا في العالم ككل انت واضح ان انت فاتت الاجابه صح؟ استعجلوش وكمان هسالكم طب ده تخصص ايه او بيعمل ايه وهكذا اتفقنا؟ طيب ناو يو كان جو جو اهيد اتفضل دكتور مجدي يعقوب دكتور اور بروفيسور ها مجدي يعقوب اوكي Do you know what kind of field he's specialized in? Heart surgery. Heart surgery, yes, heart surgery transplant. Okay, yes. So here we have Sir, or Professor Sir Magdi Yaqub, who is of course one of the pioneers in heart surgery transplant. تمام طيب كده بالنسبة لنا هنقدر نقول إن فريق الكوينز أخذ نقطة تمام ونشوف. ممكن نكون نفس الكلام طبعا هيبقى بالنسبه لفريق الفالكونز نصحى كده ارسانيس وهنقول تعال نشوف الصوره دلوقتي وهتقول لي هو ذس مان تمام واضح كده ان احنا هنجيب صوره راجل اهو وهتقول لي كمان يعني اي اني انفورميشن يو نو اباوت هيم اوكي طيب النبي يقول لي ايدنتيفاي ذس مان هو هاز ميد اور نيشن برايد او براود ها زي ما قلت ستيل هاف 30 سكندز قدامكم 30 ثانيه before giving your answer فكر مع بعض ناخد وقتنا تمام واذا كنت عرفت الشخصيه فهتفكروا كده في يعني some information you know about him okay طيب ها are you ready لسه تفكر في المعلومه تمام go ahead مهند اتفضل دكتور احمد زويل بروفيسور احمد زويل, أحمد زويل. Yes. What do you know about him? Win Nobel Prize. Yeah, he won, or he was awarded the Nobel Prize. For what, Ersanis, Tifteker? Physics or chemistry? Chemistry. Chemistry, yes. يبقى Professor Ahmed Zweil, or the late Professor Ahmed Zweil, won the Nobel Prize for chemistry. Okay. طبعا كده واضح ان كده في كمان نقطة لفريق الفالكونز وكده في تعادل وهنشوف السؤال الثاني نرجع مرة تانية لفريق ذا كوينز. السؤال بيقول لي
زي ما انتم شايفين كده هيبقى multiple choice question and you have to take your time, think well before giving your answer. السؤال بيقول لي Mount Everest is located in India, Nepal, Tibet, China. قدامنا 30 ثانية نفكر مرة ثانية. السؤال قدامنا باين على الشاشة بيقول لي Mount Everest is located in. Located means yes. India, Nepal, Tibet, or China. Still have 10 seconds. واضح انتوا ما تستعجلوا ما تجاوبوش. لكن انتوا يعني طيب هنشوف. Anyway يعني. Yes, time is over. Go ahead, اتفضلوا. Tibet. I'm not quite sure. Let's see. هم اختاروا their final say, right? Yes. طيب بيقولوا طبعا في Tibet. طبعا واضح كده ان هي wrong answer. الاجابه الصحيحه نيبال, as it said in American English and British English, it's Nepal. تمام. So Mount Everest is located in Nepal, not in Tibet. You lose a point. لكن طبعا لسه قدامنا وقت كبير نعوض, ما نستعجلش. طبعا دي فرصه كده, انتوا طبعا المفروض تبقوا يعني اكسايتد, يعني انتوا متحمسين اكتر وانت سياستك صح. هنشوف السؤال لفريق الفالكنز بيقول deficiency of iron leads to, and I guess it's a simple question, rickets, malaria, dental cavity, and anemia. Take your time. How do I talk? Once more, deficiency of iron leads to each screen type. Rickets, malaria, dental cavity, and or anemia. احنا طبعا still have 10 seconds. فكروا والسؤال هيظهر لكم على ظهر قدامكم على الشاشة وباين قدامنا هو كمان. Yes. Time is over. نختار إجابة. يلا يلا أسانس كده. Answer number D, anemia. Answer D. Yes, or letter D, anemia. Let's see. هنشوف. Yes, right answer. واضح طبعا اني deficiency of iron اللي هو نقص الحديد اكيد بيسبب انيميا مش ملاريا. رايت. يبقى كده فريق الفالكن او الفالكونز متقدم بدرجه عن فريق ذا كوينز. تمام. نرجع تاني لفريق الكوينز والسؤال بتاعنا بيقول لي if you are facing north in which direction is your left ear pointing? Think well. You have time. If you are facing north, in which direction is your left ear pointing? To the east, west, north, or south? نفكر كده. لسه قدامكم وقت. عايزكم بقى ايه تخيل نفسكم في فعلا في الموقف ده. بيقول لي طبعا عشان برضو المشاهدين الناس تستفيد معانا, بيقول لي لو انت واقف ناحيه وجهك ناحيه الشمال و انا على انهي اتجاه هتبقى الاذن الشمال باتجاه ناحيه ايه. مره ثانيه يعني واقف مثلا او الاذن ناحيه اليسار هتشير ايه. انا واقف مثلا ناحيه ببص كده وجهي لناحيه الشمال كاتجاه, ودني الشمال هتبقى متجهه لايه يا ترى؟ نورث, ويست, ايست, اور ساوث؟ يلا كده خلصنا الوقت. اتفضلوا. بي ذا ويست. ويست. هنشوف. تمام. انت كده طبعا جربته كده وشفته عملته بشكل عملي. واخترتوا الشمال هنا ازاي بقى؟ يعني اخترنا الشمال ازاي؟ يعني اخترتوا ناحيه الشمال ازاي؟ فكرتوا كده خريطه مثلا في دماغكم حاجه؟ طيب تمام. الاجابه فعلا ويست اللي هي اتجاه الغرب. واكيد طبعا يعني كل مشاهدينا ممكن يدينا الفرصه نشوف الكلام ده بشكل عملي. نقف كده نبص ناحيه الشمال ونشوف ودننا الشمال انا واتجاه. هتلاقوا كل طبعا تاكيد ناحيه الغرب صح. يبقى كده في نقطه للكوينز ونتمنى طبعا تحافظوا على التقدم بتاعكم وما نخسرش درجات. تمام. نرجع تاني تو ذا تيم اوف ذا فالكنز وذا كويستشن. از السؤال بتاعنا بيقول يس
What is the second largest country in the world? What is the second largest country in the world? Is it India, China, Canada, or the Sudan? إيه؟ Take your time. Take your time. إحنا لسه قدامنا وقت بنقول عندنا 30 ثانية. You can see the timer on the screen. هنشوف العداد على الشاشة وعليك إنك أنت تاخد وقتك عشان خاطر ما نخسرش درجات. اتفقنا كده؟ بيقول لي India, China, Canada, or the Sudan. يفكر؟ فكر يعني نشتغل دايما كتيم وورك بشكل جماعي يا جماعه. والسؤال برضو انتوا حاولوا برضو تشوفوا اجابه في الكوينز كده، تشوفوا عشان تبقوا برضو مع نفسكم كده وتشوفوا ايه، تقيموا نفسكم معلوماتكم. يلا كده تايمز اوفر، جو اهيد. انديا. اي اور بي سي اور دي؟ انديا. انديا ذا سكند لارجست كانتري از انديا. ليتس سي، هنشوف. از ا فولس انسر. ذا سكند لارجست كانتري ان ذا وورلد از كندا. تاني أكبر دولة في العالم هي كندا. أنا بقول تاني أكبر دولة، تمام؟ يعني مش عارف برضو انت على اتجاه أكيد طبعا الهند دولة كبيرة، ولكن واضح إن كندا أكبر من الهند، أوكي؟ طيب يبقى كده إحنا بالنسبة لنا عندنا نفس الدرجات، وهنشوف نرجع تاني كده. أحس إن كنت يعني حاسس إن you look happy right؟ yes. طبعا أنا حصلناها طبعا. تمام. Sadness. Don't look sad. Don't be sad. Yeah. There's time to compensate. Okay. Yes. نرجع تاني لفريق الكوينز والسؤال بيقول. Yes. What is the 10th letter of the English alphabet? Now we are just checking, examining if you are keeping the alphabet or not. بسأل على the 10th or 10th letter of the English alphabet. شطرة كده يا ندى. وشايف انك انت بتحاولي تكتبي وتستغلي طبعا ال 30 ثانيه بتوعك وتشوفي انه حرف اللي بيحتل رقم 10 في الانجليش الفابت. حاولوا انتوا برضو يا فريق الفالكونز تراجعوا الليترز، لان بالتاكيد في سؤال برضو خاص بالليترز في نفس الوقت. Still have 9 seconds. لسه قدامنا 9 ثواني. Yes. Go ahead and give an answer. C L C D D J J. The final say. اختاروا انت فريق. J. Hey. J. عديتوا. انا بقول الحرف العاشر. Yes. بسرعة عشان خاطر ها الوقت. Final say ندى. لا ما هي بتقول. J. J. It's up to you. ده كده واضح مش حرفين مش حافظين بقى نشوف. لا it's right. The right answer, J. Okay. طيب, could you please, Nada, tell us the alphabet? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, B, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. Yes. طيب, على فكرة طبعا هنقولهم تاني بس بعد ما نسأل السؤال بتاع الفالكونز، لكن واضح كده ان فعلا the J letter is the 10th one in the English alphabet. واضح كده الحرف الجي هو الحرف رقم 10 في الابجديه الانجليزيه. يبقى كده في درجه للكوينز، ونرجع تاني لذا فالكونز فريق الصقور. قولوا لنا بقى كده سؤال بيقول لكم وات ذا 15th letter بقى. انتوا ممكن تكملوا بعد الجماعه دول او تقولوا لنا ذا 15th letter of the English alphabet. Is it Y, O, U, or N؟ يلا كده طبعا قدامكم 30 ثانية نستغلها. طبعا ممكن تبقى شاطر قوي ولكن انت مش حافظ الالفابت، لكن معرفش هيبقى ازاي، لكن هنحاول طبعا نحفظ حروف بشكل كويس. وتفكر الناس معانا ان عندنا A B C D E F، مش هكمل عشان خاطر طبعا ما يغششهمش، صح كده؟ طيب time is over. Ursanis Falcons يلا go ahead. Answer is B. B letter O. O. Let's see. Yes you are right. إذا فعلا the 15th letter الحرف الرقم 15 in the English alphabet is O. Ursanis, can you memorize or can you tell us again the letters but reserve eyes.
الحروف بتاعتنا تبقى ايه بقى؟ ها مع بعض كده A B C D A B ها C C D E D E F G F G G H I J K H I J K L M L M N O P N O P Q R Q R S T U S T U V V W X Y Z Z okay right تمام. طيب يبقى كده في درجة وما زلنا متعادلين ونرجع تاني لفريق The Queens. السؤال بيقول The country known as the land of midnight sun is once more the country known as the land of midnight sun is Sweden, Norway, Switzerland or Denmark. مرة تانية فكروا إحدى هذه الدول معروفة ب land of midnight sun الأرض طبعا اللي بيبقى فيها الشمس في منتصف الليل يعني اليوم ال 24 ساعة بتبقى الشمس طول الوقت. Is it Sweden, Norway, Switzerland or Denmark? Take your time بس خلي بالكوا احنا still have just 10 seconds لسه 10 ثواني يا بنات فبسرعة شوفوا لنا إجابة. Now we are ready to listen to you. اتفضلوا يلا اخترتوا إجابة إيه كمان قولوا بسرعة. سي اللي هي سويسرلاند شايفين كده؟ يس ليتس سي هنشوف اجابتكم. Is it a wrong answer? Unfortunately it is Norway. النرويج. طبعا اكيد ان كل الدول اللي كانت مكتوبه عندنا سواء اذا كانت دنمارك او سويسرلاند او نرويج كان دول طبعا في بعض الايام فيها او في بعض التوقيتات معينه بتبقى الشمس فعلا موجوده طوال اليوم ولكن المعروف ان النرويج هي طبعا يمكن اقرب للقطب الشمالي وموجود طبعا فيها في يمكن في شهور الصيف في بعض الشهور الشمس بتكون متواجده طول ال 24 ساعه يعني الليل زي النهار فطبعا كل ما كانت الدوله قريبه جدا من القطب الشمالي كل ما كانت طبعا الشمس فيها متواجده في فصل الصيف وطبعا يمكن يحصل العكس برضو في فصول الشتاء بتبقى برضو مفيش شمس لا ليل ولا نهار يبقى الدنيا ضلمه طول الوقت فمعلومه بالنسبه لنا يبقى الدوله اللي هي معروفه اصلا بان الشمس متواجده فيها ليل ونهار طول الوقت في معظم او في بعض الشهور يعني هي دوله النرويج اوكي يبقى مره ثانيه كده the country known as the land of midnight sun هو النرويج يبقى كده للاسف احنا خسرنا نقطه ورجعنا تاني لفريق الفالكونز واظن برضو حاولوا تعوضوا عشان خاطر نشوف بقى درجاتنا نتفوق لغايه دلوقتي احنا متعادلين ولكن still you have a chance right. طيب سؤال بيقول light year is a unit of earthquakes يعني measuring earthquakes ولا light intensity ولا time ولا length of distance. انت قدامك 30 ثانية فكروا ودونا إجابة. Once more, light year is a unit of measuring earthquakes, light intensity, time or length of distance. فكر مع بعض. Yes. Time's over. Go ahead. تفضلوا. ادونا إجابة. Length of distance. Length of distance. هنشوف الإجابة مع بعض. Yes, it is a right answer. اللي هي فعلا السنة الضوئية هي وحدة قياس لطول المسافة. طول المسافة. على أساس مثلا إن إحنا بنسافر مثلا لو هنسافر حاجة في الفضاء فبنحسب دايما بالسنة الضوئية. تمام؟ اللي هي light year. طبعا كان واضح ان ممكن تقول الناس لك في كلمه يير يبقى بيقيس تايم كسنه لكن الصح انتوا برافو عليكم عرفتوا الاجابه الصحيحه وقلت ان هي فعلا فور ميجرينج ذا ديستنس تمام لقياس المسافه. طيب يبقى كده خدنا نقطه لفريق الفالكونز وما زلتوا كده بالنسبه لكم متقدمين عن فريق ذا كوينز. هنشوف الكوينز بيقول لي which of the following is a mammal you know mammals الثدييات بيقول لي يا ترى butterfly ولا سبيرو ولا رابت ولا سبايدر. تيك يور تايم زي ما شايفين كده 30 ثانيه
قدامنا على الشاشه وعايزين نعرف which of the following is a mammal. This means that three are out and only one is a mammal. Is it a butterfly, a sparrow, a rabbit or a spider? وصلت الإجابة؟ Yes. Go ahead. اتفضل. Answer is the C. Rabbit. C. Rabbit. Yes. أكيد الثدييات اللي هي طبعا بتالد، لكن butterfly أو sparrow. Sparrow اللي هو العصفور يعني. Butterfly انت عارفين فراشة. وسبايدر. Spiders طبعا arachnids. والاثنين اللي فوق دول كانوا birds. لكن واضح كده إن الرابت هي من المامنز اللي هي الثدييات. و right answer إجابة صحيحة. واكيد هتاخدوا نقطة. يس. طيب نحاول نحافظ على الكلام ده. تمام؟ نرجع تاني لفريق ذا فالكنز. صحصح شوية معايا؟ السؤال بيقول لكم I thought of a number. فكر شوية معايا. I doubled it. I added 4. I multiplied it by 6. My answer was 72. What was the number؟ الورق رقم طبعا قدامكم او السؤال قدامكم، فكروا وحاولوا تدونا اجابه. بيقول لي I thought of a number. I doubled it. I added 4. I multiplied it by 6. My answer was 72. What was the number? Is it 3, 4, 5 or 6؟ احنا وقتنا 3, 2, 1. Now we are ready. Yes, go ahead. اتفضلوا. الإجابة يا شباب. دي اللي هي بتبقى 6. Let's see. I'm not quite sure about the answer yet. هنشوف دلوقتي الإجابة. أنتوا اخترتوا letter D اللي بيقول لي 6, right؟ هنشوف الإجابة مع بعض. Unfortunately, a wrong answer. It is 4. بي. وهنجرب ونشوف القصه ماشيه ازاي. طيب هنشوف دلوقتي لو افترضنا الاجابه خطا، تعال نحسبها مع بعض ونشوف انتوا فكرتوا فيها ازاي. لو قلنا كده يا شباب مع بعض، فكروا معايا كده. قلت مثلا I thought of a number. I doubled it. طب ابدا ازاي؟ لو انا مثلا دلوقتي في سؤال زي كده اكيد هبدا بيقول لي انا فكرت في رقم، يعني عملت ضربت في 2 وبعدين أضفت 4 وضربت في 6، يبقى المفروض إن أبدأ إيه؟ الرقم عندي 72. أبدأ منين بقى؟ ديفايدد على 6. أيوه أبدأ من 72 صح؟ يبقى المفروض تبقى 72 ديفايدد ها؟ 6. تطلع كام تفتكروا؟ تطلع عندي 12 صح؟ تمام. طيب هيطلع 12. ال 12 بيقول لي هو طبعا بيقول لي I added 4، نحذف 4 هتبقى 8. تمام. طيب ال 8 وبعد كده بيقول لي I doubled it، يبقى المفروض ان ايه 8 على 2 هتبقى 4. Got it؟ Yes. You are now convinced. متقنعين دلوقتي this is the right answer. 4 not 6 right. طيب يبقى واضح كده الاجابه عندنا كانت 4 مش 6. و unfortunately you lose a point and I guess the queens are lucky. تمام. كده مش شكلهم محظوظين بالفعل، يعني سؤال زي ده ما كنتش اتوقع طبعا ارسنس ولا مهند هيخطئوا فيه. لا ولكن طبعا وقعت مني دبل دي. طيب انت حر بقى استلقى وعدك لما نروح. الفكره دلوقتي بقى طبعا بابا طبعا مدرس رياضه فهيعلقوا النهارده صح؟ نرجع بقى ليكم انتوا وفرصه قدامكم ده ما تضيعوهاش، عشان كده شكلها متحيز ليكم يعني مش عارف ليه. طيب السؤال برضو رياضي شوية. وبيقول لكم think of a number double it add 6 divide it in half and subtract the number you started with the answer is. فكروا كده. السؤال قدامكم هيبان على الشاشة اهو. تمام. يس. فكروا واحدة بواحدة وقدام طبعا وهنديكم 30 ثانية. انت ممكن تعمل نفس التجربه يا فريق الفالكونز، فكروا نفس الايه، شوفوا كده ممكن تعملوا ايه.
سريعا الوقت بيخلص. We have 7 seconds. 7 ثواني. Yes, time is over. تفتكروا هتبقى عندي A, B, C or D؟ هتبقى 3 اللي هو letter letter A. تمام. طيب خلونا نشوف الإجابة بتاعتكم كده. Yes, right answer. تمام، إجابة صحيحة وتستاهلوا فعلا ان احنا نسقف لكم، وقلتوا لي فعلا اجابه صح اللي هي 3. تعالوا نجرب الكلام بشكل عملي. نرجع تاني كده للسؤال بتاعنا على الشاشه بيقول لي، عشان برضو كل المشاهدين بتوعنا يستفيدوا ويعرفوا ممكن نعملها بشكل عملي مع بعض كده في البيت ونشوف. احنا بنقول ايه بقى تاني كده؟ بنقول think of a number، فكر في رقم كده. اذا كان المجموعتين اللي معانا هنا فكروا في رقم، وايا كان حد طبعا بيشاهدنا في البيت برضه نقول له فكر، خد رقم معين في دماغك دبل ات. تمام، هنجمع الرقم ده ديفايد ات ان هاف، نقسمه على 2 ونطرح الرقم اللي اضفناه. سبستراكت ذا نمبر يو ستارتد ويز، الاجابه هتبقى 3. تمام. طيب هنعمل بشكل عملي مع فريق الفالكونز. تمام، انا عايز مثلا ارسانيوس. Okay. Think of a number. اختار اي رقم. يعني don't tell us about it. تمام؟ 6. انا بحبها. فكر في رقم ما تقوليش عليه ارسانيوس. ماشي. اختار رقم. تمام؟ ريدي؟ ريدي. طيب انا بقول لك بقى دبل ذيس نمبر. ما تقوليش برضه. اجمعه. لو قلت مثلا اد 4 ضيف عليه 4. معايا؟ ديفايد ات ان هاف، اقسم رقم المجموع كده على 2، اطرح الرقم اللي انت بدات بيه. 2. انا اللي هقول لك اتبقى معاك 2. تمام. طيب انت فاهمين الفكره؟ الرقم اللي هديهولك هو نصه هو اللي هيتبقى معاك. اوكي. طيب يبقى كده بالنسبه لنا لغايه دلوقتي انا عندي 2 4 5 فريق الكوينز 5 درجات وفريق الفالكونز 4 درجات، لكن still have a chance to follow or to get another point. اوكي. okay? طيب نرجع تاني فريق الفالكونز، والسؤال بيقول a group of lions is called a group of lions is called what? Is it a clouder, a herd, or prides or crocodile? A group of lions is called clouder, herd, prides, crocodile. طبعا الصوره واضحه قدامكم و we are counting. هتبان دلوقتي كمان على الشاشه زي شايفين كده. يس، قدامنا 10 ثواني. سريعا يلا. Time is over. Go ahead. يلا نختار. B. B. اللي هي heard. Yes. طبعا هنشوف الإجابة مع بعض. الإجابة بتقول لي prides. خلي بالكم معايا إن إحنا أكيد طبعا لما تبقى أي مجموعة ممكن نسميها جروب عادي، أوكي. لكن أكيد في مسميات للحاجات. لو مثلا بالنسبة لنا كلمة مثلا كلمة هيرد اللي انت قلتها يا أرسانيوس ممكن تطلق على كاتل أو شيب، أو هيرد بيبل مجموعة من البشر نفسهم، أو مع الكاتل أو شيب بنسميها برضو كلمة هيرد. لكن لو شفنا مثلا كلمة كروكودايل، إيه اللي حط كلمة كروكودايل في الموضوع؟ كروكودايل مش معناها تمساح، معناها برضو مجموعة كبيرة من، تقول مثلا a crocodile of tourists، a crocodile of tourists، يعني مجموعة كبيرة من السياح. وكان عندها كمان كلمة كلاودر اللي هي CLOWDER كلاودر، a group of cats مجموعة القطط بنسميها كلاودر. لكن طبعا البرايدز بقى يعني كلمة برايد الفخر بقى والعزة بالنفس كده، واضحة جدا ان هي مع مين؟ مع لاينز اللي هم الاسود. اوكي؟ طبعا unfortunately you lose another point. تمام؟ وكده نقدر نقول ان فريق الكوينز متقدم. تمام؟ طيب هنبص كده يا جماعة على سؤال ليكوا نفس النوعية، فكروا. تمام؟ بيقول لي a group of fish is called what? School, parade, fluffle ولا panniers.
فكروا طبعا السؤال قدامكم على الشاشه والتايمر واحنا هنفكر. A group of fish is called a school, parrot, fluffle or bunnies. سؤال صعب؟ يلا احنا كده قدامنا 5 4 3 2 1. يس جو اهيد. اديني اجابه. نمبر اي سكول. سكول. ليتس سي. جريت. ريلي اي دونت نو هاو كود يو جيت ذا انسر. هنا خلي بالك هو صحيح انت خدت درجه لكن انا طبعا ما رضيتش اقول لما كنت بقول على كلمه هيرد وقلت كلمه كروكودايل وبرايدس وكلاودر ما كملتش. غريبه قوي ان احنا كل الاحياء المائيه لما بتبقى في سرب او في قطيع او مجموعه مع بعض بنسميها سكول. نقول سكول اوف فيش. سكول اوف فيش يعني سرب اسماك. سكول اوف ويلز يعني سرب حيتان. يعني هيش مدرسه. تمام. انا كنت متوقع طبعا فريق الكوينز هيخطا في الاختيار على اساس طبعا ان الكلمه يمكن غريبه او مش عارفينهاش اكتر يعني. فلكن الحمد لله طبعا واضح انهم شطار وجاوبوا سكول فيش. سكول اوف فيش اللي هي سرب من الاسماك. طيب بالمره بقى كده قولوا لي انتوا السؤال ليكم يعني انا مش هدي عليه درجه لكن عايز اسمع بقى. لو قلت مثلا مجموعه طيور اذا كنت الاسماك قلت سكول. طب الطيور سرب الطيور بنسميه ايه بقى؟ يلا طيور بنسميها ايه؟ ده يعني بيتقال كده في مثل شهير يعني في a proverb or why saying. طب اقول المثل بالعربي حد يقول بسرعه لما نقول على الطيور على اشكالها تقع. ها يلا ده اخره. الطيور على اشكالها تقع ان انجلش تبقى معناها ايه بقى؟ فول the birds follow over itself. لا دي ترجمه حرفيه. بنقولها دايما birds of a feather flock together. birds of a feather flock together. يبقى كلمه flock f l o c k هي سرب الطيور. يعني الطيور ذات الريش الواحد كلمه feather. تمام. دايما في سرب واحد. مش معقوله بتشوف طبعا مجموعه عصافير وسطهم مثلا ابو قردين. دايما بيبقى ايه كلهم ماشيين اتجاه واحد صح؟ يبقى بالنسبه لنا كلمه فلوك دايما مع مين؟ مع الطيور. المفروض كان الفالكونز يعرفوا الكلام ده ولا انت فالكونز ما بتطيروش؟ بنحاول. يبقى كلمه فالكون او كلمه فلوك دايما مع اسراب الطيور لكن سكول دايما مع احياء مائيه. اوكي ممكن نقول دلوقتي درجاتنا 3 6 لفريق الكوينز وللاسف عندنا 4 لفريق الفالكونز. تمام. طيب هنرجع تاني. كان السؤال على الدور على مين؟ على احنا على الكوينز على الفالكونز. يس انتوا سالين سكول. بيقول لي وات كلر ار زيبراز. وات كلر ار زيبراز؟ وايت وذ بلاك ستريبس، بلاك وذ وايت ستريبس، بوث اوف ذا اباف، نان اوف ذا اباف. وفكروا السؤال مش بالسهوله اللي شايفها. تاني كده وات كلر are zebras. الحمر الوحشية لونها ايه ترى؟ white with black strips. اسود وفيها او ابيض وفيها خطوط سوداء ولا العكس ان هي اسود وفيها خطوط سوداء خطوط بيضاء سوري ولا الاثنين ولا مفيش؟ لا ابيض اسود. يعني لو سالتك يا رسانس كده what color are zebras خلي بالك ان احنا running out of time يعني الوقت ايه بيخلص. وايت وذ بلاك ستريبس ده هيبقى اخر كلام. لازم دايما تكون متفقين كفريق. ذا فاينل سي ايه اللي هي بتقول وايت وذ بلاك ستريبس. يعني اصلا انتوا قصدكم تقول الحمر الوحشيه بتبقى لونها ابيض وفيها خطوط سوداء. ام نوت كويت شور. ليتس سي. تعال نشوف الاجابه بتقول بي. انتوا طبعا اديتوا اجابه خاطئه. رونج انسر. والصح بتاعنا ان هي بلاك with white strips. الغريب ان الزبرز هاف ا بلاك بيس الاساس هي اسود وفيها خطوط بيضاء. ما لقيناش اسود قبل كده. يعني طبعا هو
الاول وهله حد يقول لي طب وهتفرق ايه؟ ما يمكن مثلا زمان ما تبقى ابيض وفي خطوط سوداء او اسود خطوط بيضاء او الاثنين، لكن الاساس العلمي ان هي اصلا ايه كانت مدهونه اسود الاول وبعد كده جينا اش بقى البينتر وخدنا خطوط ايه خطوط بيضاء. تمام، يبقى هي اصلا بلاك بيس وذ وايت ستريبس. للاسف تاني خسرنا نقطه. طيب نرجع تاني، فكروا لفريق الكوينز. بيقول لي who is known to be the most beautiful queen of Egypt. Who is known to be the most beautiful queen of Egypt. عايزين بقى أجمل ملكة، بما أنك يعني شوف سبحان الله ماشي كده، يعني if you are queens but and Egyptians by the way طبعا، لكن you are not the most beautiful queens. عايزين بقى من الأجمل منكم يا كوينز على مر التاريخ طبعا. Is it Queen Nefertari, Nefertiti, Hatshepsut or Thai؟ فكروا كده أنهي ملكة الأجمل. Was she Queen Nefertari, Queen Nefertiti, Queen Hatshepsut or Queen Thai؟ الوقت قدامنا 5 ثواني. اتفقت على الإجابة؟ طيب time is over now your answer. تفضل. بي كوين نفرتيتي. هنشوف الإجابة. yes right queen نفرتيتي فعلا ملكة نفرتيتي، وطبعا دي فعلا رمز الجمال في الحضارة المصرية عموما. يعني لو شفتوا طبعا لما اتكلم على نفرتاري اللي هي الملكة الأولى دي اللي اتكلمنا عنها، طبعا دي the grandmother of king Tutankhamun، هي الجدة للملك توت عنخ امون. لكن نفرتيتي طبعا كانت موجودة برضو في المملكة بتاعة تل العمارنة اللي هي موجودة حاليا دلوقتي في جنوب المنيا. وعندنا طبعا حتشبسوت كلكم عارفين ملكة قوية وشهيرة وعملت امبراطورية، طبعا كانت بتشتغل طبعا بالتجارة مع بلاد فانت اللي هي موجودة في جنوب يعني في الجنوب من افريقيا يعني اللي هي حاليا الصومال والجيبوتي يعني. وطبعا دي دعوه يعني ان احنا نقرا التاريخ بتاعنا اذا كان طبعا مش بس الكوينز يعني، وندور كمان على الكينج صح؟ طيب درجه ثانيه لفريق الكوينز، وكده الجاب بتتسع يا شباب، الفارق بيتسع يا ارسانس. انت مهند متقدمين انت مبسوط انت المتقدمين. طيب هنرجع كده سؤال ليكم صحصحوا معايا. بيقول لي the first letters of the month، ده سؤال سهل، July through to November spell Jackson, Jason, Jacqueline or Jacqueline. The first letters of the month July through to November spell Jackson, Jason, Jacqueline and or Jacqueline. الحروف الأولى في الشهور في remember. 10 ثواني. yes time is over. فكرتوا بشكلكم مش عاوزين الشهور. نختار ايه بقى؟ انتوا وقتكم اصلا خلص، انجزوا اختار صح. قلت يلا قول انت جاكسون. Which letter؟ جيسون. جيسون اللي هي بي صح؟ هنشوف. اي حرف من شهر يس جيسون. رايت. Good answer. The first letters of the month July through to November طبعا بتدينا جيسون. طيب انا عايز بقى ارسانيوس تقول لي بقى الشهور. اسف مش خالص. You can't remember. ابدا. مهند؟ ماشي. نبدا بايه بقى؟ January. January. مار. منظرنا وحش قوي كده. كفايه حلو كده كفايه. لو البنات جاوبوا على السؤال ده هديهم درجه. لسه انتوا قدامكم فرصه بسرعه تقولوا. انت قلت لي January. ابريل. لا انت كده مش عارفين الشهور فعلا، ده انتوا كده جابت كده باي لاك. فبراير. انت بس عارفين بس بجان. نبدا تقولي واحده واحده كده. اسمع مني كمايا. ها January. February. March. March. April. May. June.
جون جولاي أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر جريت برافو عليكم الإجابة صحيحة شايفين يا شباب مش معقول مش عارفين اسمها الشهور هو بيحب يجاوب بعدين يعني يجاوب بعدين طبعا منظركم وحش والبنات خدوا نقطة كمان لفريق الكوينز وانتوا unfortunately طبعا كنتوا واخدين نقطة على اختياركم اللي هو كده 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 يعني باي لك لكن لما سمعنا اسماء الشهور للاسف انتوا خسرتوا كمان نقطة احنا ممكن نقول كده 2 4 6 8 انتوا وصلتوا للنقطة الثامنة في حين ان هم لسه عند النقطة الخامسة يبقى 8 to 5 for the queens team تمام والدور على فريق الكوينز كمان تمام والسؤال بيقول how many times can a broken clock be right every day how many times can a broken clock be right every day 4 times 3 times twice or 2 times or only one time or once لو انا عندي ساعة معطلة تمام بتبقى صح كم مرة في اليوم انت فاهمين الفكرة يس انت الوقت قدامكم لسه 17 seconds طب احنا عارفين بقى عارفين لكن هو مش سؤال بتاعكم وريمبر ذات وي هاف 24 اورز ا داي نوت جاست 12 رايت اوف كورس ناو يور انسر جو اهيد اللي هي طبعا اختيارك لسي اللي هي توايس يعني ممكن تقول لنا ان الساعه المعطله في البيت بتبقى مرتين صح في اليوم يعني لو مثلا الهانس او العارب واقف على 12 مثلا فممكن تبقى ميد داي وميد نايت 12 بالنهار 12 بالليل ليتس سي هنشوف الاجابه بتاعتكم Is it right or not? بيقول لي فعلا twice فعلا مرتين في اليوم يبقى a broken clock is right two times every day طب لحظة قلت كلمة times هي كلمة time بتعد countable or uncountable uncountable both لو انا قلت مثلا time و don't have time مفيش وقت يبقى بالنسبة لنا اتكلمت على وقت يعني تبقى uncountable لا تعد لكن كمرة انا قلت how many times كم عدد ايه المرات اوكي طيب يبقى هنا بالنسبه لنا اجابه صحيحه و another point درجه كمان ومش عارف كده فريق الفالكنز هنكسب شكلهم يعني getting old هنكسب الصخور بتعجز مش عارف مالها وبيقول لي there was a plane crash ده بالنسبه لنا a riddle riddle يعني فزوره كده او لغز بعد ما نقراه هناخد 30 ثانية ونفكر في الإجابة بيقول لي There was a plane crash Every single person died Who survived it? Once more There was a plane crash Every single person died Who survived it? مين اللي عاش؟ مين اللي نجا؟ العداد شغال وإحنا وصلنا للثانية 15 ونشوف يلا الوقت خلص يا أرسانيس ادونا بقى إجابة كان سألنا بيقول there was a plane crash حادثة طيارة every single person died who survived no no one do you agree مهند موافق yes طب قبل ما اسمع اشوف الاجابه بتاعتكم يعني انتوا خلاص قلت الفاينل سي no one survived مفيش حد نجا مفيش حد عاش do you know the answer girls yes yes couples هنشوف let's see اشتغل درجه قبل ما اقول لو طلعوا هم صح تمام ياخد درجه طلعتوا انتوا صح مش هتاخدوا درجه لان ده it's not your question right yes agree yes let's see فعلا married couples يا ارسانيس
married couples. ايه الحظ ده؟ اشمعنى؟ اشمعنى؟ married couples. خدت بالك انت لما بقول every single person انت ترجمتها لان ايه؟ يعني كل الناس. ما انا اخدته. هنا بس طبعا دي التريك ما انها فزوره يبقى لازم في خدعه ركز فيها يا ارسلت. مهند هنا كلمه سنجل اعزب. كل الناس اللي هم مش متجوزين في الطياره دايد ماتوا. اللي عاش مين؟ كل المارد. تمام كده؟ قول السواق بس. يبقى انتوا للاسف فريق الفالكنز بيخسر نقطه. تمام؟ وزي ما اتفقنا مش هنضيف لكم نقطه هنا، ولكن خلي بالنا ان هنا كان there was a trick، كان في خدعه في استخدامنا. طبعا احنا احيانا كتير جدا برضو فعلا بنقول every single person يعني نقصد بيها كل الاشخاص، لكن الخدعه كانت في كلمه single هنا مقصود بيها اللي هم unmarried. العكس على طول كلمه ايه؟ كلمه married او couples، married couples الناس المتزوجه. اتفقنا؟ طيب انتوا بقى فزوره من نفس النوع ركزوا، وانت برضو ركز بقى فريق الفالكونز وتشوفوا بقى الاجابه. تمام؟ صح صح. الجمله بتقول او الفزوره بتاعتي او الريدل بتقول boy fell off a 100 foot ladder but he didn't get hurt. Why not? A boy fell off a 100 foot ladder but he didn't get hurt. Why not? عايزين نعرف طبعا دلوقتي العداد شغال ونعرف منكم ليه the boy didn't get hurt. ولو ما عرفوش وفريق الفالكون عرف انا هديله درجه. تخيلوا بس يفكروا. يلا تايم از اوفر، الوقت خلص، ونسمع اجابه فريق الكوينز. يلا يا بنويت. There was a rubber. ده تخيلك يعني زي ما كنت سامع فريق الفالكونز بيقولوا بك there was a carpet. يعني بالظبط يعني واحد يقع من على سلم 100 درجه. تمام؟ سلم 100 درجه وما يصابش باي شيء. انا اتوقع مش كده خالص. عارفين ليه؟ انا اتوقع مش كده. انا عارف انا هو على الارض. على الارض عشان ايه؟ هو على الارض. السلم على الارض. السلم يعني ايه السلم على الارض؟ يعني هو مش على حاجه بس بقول ايه؟ جيت اوف او فيل اوف يعني يسقط من على. هو ضعيف يعني شويه يعني مش السلم ملقى على الارض كده، لا ده هو يسقط من على سلم. السلم نفسه ارتفاعه 100 درجه لكن المشكله هو كان على الدرجه الاولى. نفس اجابتنا بالظبط. يبقى الاجابه فعلا زي ما شايفين كده he was only on the first step. ممكن first ممكن fifth يعني. احنا قلنا ايوه احنا قلنا الفكره كلها ان السلم نفسه 100 درجه ماشي مفيش مشكله. وطبعا كلمه لادر تعرفين لادر السلم خشب 100 درجه. انا ما قلتش وقع من الدرجه ال 100، انا قلت وقع من على سلم السلم نفسه 100 درجه. لكن didn't get hurt لم يصب بأذى وقع من على الدرجه الاولى. وصلت؟ طبعا كان السؤال كان مع فريق الكوينز رايت وما جبتوش اجابه يبقى انتوا كده فقدتوا درجه. يس صح صح بقى شويه يمكن ما نحصلهمش. تمام؟ يمكن ما نحصلهمش كان مش فيه للاسف يعني. طيب السؤال تاني بالنسبه لفريق الفالكنز برضو كويز كده بيقول لي a man was driving a black car his lights were off the moon shone no light a cat was in the middle of the road how did he know to stop. هنا بقى هديكوا وقت كبير فكروا والسؤال طبعا هيبان قدامكم دلوقتي ونحاول نشوف الإجابة ناخد بالتفصيل. yes هيبان تاني السؤال هنا على الشاشة. yes بيقول لي a man was driving a black car his lights were off the moon shone no light or there was no moon a cat was in the middle of the road how did he know to stop. شكل الحاجة
من عينيها. يس عرفت الأجابة؟ كات شاينينج اي يعني تعتمد على لون عنان القطة. اه تمام؟ طيب هنشوف الإجابة. الإجابة بتقول لي أصلا يا سميس it was a very bright and sunny day. هو مين قال لك إن كان أصلا مسوق بالليل؟ نعم غيامة. من سامعك يا مهنة بتقولي غيامة أو سنو. كان في غيوم. لا هو الحقيقة إن كان a bright sunny day. ممكن القطة نونوي بتعادش. أو القطة نونوي. قال اعتمد على عينيها فقط يعني. ما اعرفش هي القطة دي أصلا كانت يعني بيضة ولا سودة. ما كانتش ما اعرفش كانت بيضة ولا سودة زي ما بتقول ندى. هي الفكرة طبعا كان في زي ما قلنا كان في تريك في السؤال لما يقول لي كان بيسوق سوق العربية سودة. ومش مولع النور عادي ما بالنهار بيحصل كده. تمام؟ وما كانش في قمر النهار ما فيش قمر. معايا؟ أو مش فيش قمر ظاهر بالنسبة لنا. وكان في قطة في قلب الطريق هو عارف ازاي؟ كان النهار كان بيسوق بالنهار مش بالليل. اوكي طيب احنا كده طبعا بنحاول نحسب بقى الاجابه. انتوا كده للاسف برضو خسرت نقطه كمان. فاحنا عندنا فريق الكوينز 2 4 6 8 9 نقاط 10 يس 10 تمام و 2 4 5 للاسف. Unfortunately, we come to the end of this episode. وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. و really our congratulations to the Queens team. طبعا مبروك on getting 10 points 10 نقاط. وأكيد بنقول لفريق الفالكنز هارد لك طبعا تتعود في مرة جاية. لكن للأسف طبعا انتوا وصلتوا لخمس درجات. تمام؟ حلوين. حلوين طبعا. ونقدر نقول طبعا لكل مشاهدينا ان فريق الكوينز فاز بعشرة لخمسة لفريق الفالكونز. ونتمنى طبعا تكونوا استفدتوا بالمعلومات اللي قدمناها النهاردة. وعلى وعد بلقاء ان شاء الله في حلقة جاية. وانتلمت اجين جود لك اند جود باي.